بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهله الطيبين الطاهرين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة تهدمت أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى، وبكى جبرائيل عليه السلام لما فلقت هامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فعزاؤنا لله سبحانه وتعالى وإلى إمام العصر بفقدان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. مشاهدينا الكرام، أيضا ما ننسى أنه الليلة المباركة هي ليلة القدر الأولى، وفيها مجموعة من الأعمال التي ممكن أنه الإنسان يؤديها بنية القرب لله سبحانه وتعالى وبنية صادقة، تكون أعمالها لها أثر كبير جدا في تحقيق الأمان الأسري وكذلك دفع البلاء إن شاء الله بحق صاحب الجرح لهذه الليلة. مشاهدينا، أنتم ويانا وبرنامج وتناجوا بالبر والتقوى، وحلقة جديدة وكثيرة من التساؤلات وكثيرة من المواضيع والمشاكل، وخاصة النساء اللي تحاول أنه تساعد نفسها وتساعد زوجها وتساعد عائلتها، أنه بخصوص موضوع الغيرة. الغيرة اللي تدفع بعض النساء إلا هم كثرة حرصها على زوجها والحفاظ عليها، أنه تكون هناك أساليب غير صحيحة تتبعها، وبالتالي تفقد زوجها وتهدم العش الزوجي اللي احنا نتمنى أنه نعمره بالخير والصلاح. كثيرا مشاهدينا نلاحظ أنه روافد المشاكل اللي تكون بين الأسرة بين الزوج والزوجة نتيجة الغيرة اللي هي غير صحيحة، وأيضا سوء الظن اللي لا مبرر له، ولابد احنا نحكم الشرع أولا وأخيرا فيما أجازه وحرم في هذا الموضوع، سواء كان انه يكون الى ميل وجانب أحد الأطراف أو كليهما. موضوع اليوم إن شاء الله أنتم ويانا تشاهدوه من خلال صفحة الفيسبوك لقناة كربلاء الفضائية، وراح نقرأ عليكم إن شاء الله. تساعدون صاحبة الموضوع بإيجاد أحد الحلول المقترحة، وممكن أنه تساعدوها بحل من عندكم أو وجهة نظر ورأي، ممكن أنه تنجح هذه السيدة في حياتها وممكن تختفي الغيرة من حياتها، وكذلك الكثير من النساء اللي تستولي الغيرة على قلبها حرصا على زوجها. طبعا تقول صاحبة الموضوع: أحتاج مساعدتكم، فأنا متزوجة ولدي أطفال 3، أحب زوجي كثيرا وأغار عليه جدا. تفاجأت في رقم يعاود الاتصال عليه دائما دون اسم. أخذني الفضول ورفعت الخط وسمعت صوت فتاة فغلقت الهاتف مباشرة. بعد ذلك وجدت زوجي يتصل بالموبايل وارتدى الملابس وخرج بأبهى حلة. أخذني الفضول وتبعته وهو يسير ووصل إلى منطقة بيت عمي. شكوكي كبيرة، فابنة عمي مطلقة ولديها وظيفة محترمة وهي جميلة. هو لم يخبرني به لما رجع، ولا أريد أن أفتح الموضوع تجنبا للمشاكل، لكن أريد الحل قبل أن يكبر الموضوع ويتوسع. ماذا أفعل؟ ساعدوني. مثل ما تلاحظون هناك مجموعة من الحلول المقترحة. الحل الأول تجاهل الموضوع. الحل الثاني مواجهة الزوج بشكل مباشر. الحل الثالث معرفة سبب الزيارة من بيت العم. طبعا مثل ما تلاحظون 3 حلول مقترحة ممكن نساعد صاحبة الموضوع، ونستقبل طبعا مشاهدين اتصالاتكم ومشاركاتكم على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة بهدف اختيار أحد الحلول المقترحة أو إبداء رأيكم في مثل هذا الموضوع. طبعا مشاهدين للأسف أنه نلاحظ الكثير من النساء عندهم هذه الحالة، تغار على زوجها، تخاف على زوجها، تحب زوجها، تدفعها الغيرة، تتبع زوجها. مثل قصة اليوم نلاحظ أنه هذه السيدة، هذه الزوجة إن شاء الله تكون من الصالحات، قامت بأمور غير صحيحة شرعا، خروجها من الدار دون إذن زوجها، التجسس على زوجها من خلال الموبايل، الظن السوء اللي هي دفعها أنه ربما حبا لزوجها لكن أساءت الظن بخصوص زوجها وبخصوص هذه المطلقة اللي هي بتعمها. كل هذه المواضيع جعلتها أنه تخرج من طاعة الله إلى معصية الله سبحانه وتعالى. نستقبل أول اتصال مشاهدينا من الأخ أحمد من محافظة بابل، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. احنا تابعنا البرنامج نشوفه. نعم، أهلا وسهلا. شفنا الاختيارات. نعم. وشفنا الاختيارات. نعم. نقول الاختيار الثالث. الثالث. واجي يعني.
اي الاختيار الثالث. نعم. معرفة سبب الزيارة من بيت العم. هذا احسن شيء يعني للطرفين. ان شاء الله. ما تصير مشكلة. ان شاء الله، شكرا لاتصالكم، بارك الله بكم. اذا كان الاتصال الاول اختيار الحل الثالث، معرفة سبب الزيارة من بيت العم، حتى انه تعرف شنو السبب والدافع اللي دفعه لزوجها الى زيارة بيت عمه. طبعا لازلنا مشاهدينا نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الارقام التي تظهر اسفل الشاشة. حقيقة مشاهدينا انه جميع الحلول بالنسبة للمشاكل المختلفة إنه لابد يكون هناك مشاكل سواء كانت نفسية أو اجتماعية موجودة بالمجتمع، لكن لما تكون عندنا نظرة صحيحة واعية للحياة ممكن أن نجد الحل. طبعا لدينا اتصال من الأخت العزيزة أم حسين من محافظة واسط، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. عظم الله أجركم بمصاب أمير المؤمنين عليه السلام. عظم الله لكم الأجر أختي العزيزة. شكرا جزيلا، بارك الله بكم وبالكادر وبالقناة، هذا القناة المباركة. الله يحفظكم إن شاء الله. رحم الله والديك. بالنسبة يعني للأخت اللي عارضة مشكلتها. نعم. طبعا خيار الثالث. الثالث هو معرفة سبب الزيارة. نعم. نعم، إن شاء الله خير. شكرا لاتصالكم أختي العزيزة، بارك الله بكم. أيضا لدينا اتصال من الأخت العزيزة أسماء من محافظة كربلاء المقدسة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي عزيزتنا أسماء. الثالث. سؤال الثالث، اختيار الثالث. ألو أختي أسماء. الثالث. شكرا لاتصالكم اختي العزيزة اسماء، بارك الله بكم. لازالت الاتصالات مستمرة وكان اختيارهم للحل الثالث وهو معرفة سبب الزيارة من بيت العم، حتى انه تعرف السبب واللي اوجب هذا الزوج الى زيارة بيت عمه، لكن هذا يكون بدون سوء ظن وبدون تفكير سلبي بهذا الزوج ولما شرع لهذه الزيارة. وربما يكون زيارته لبيت العم عم هذه الزوجة يعرف زوجته تغار ويعرف انه تتضايق من الزيارة، فحاول انه يخفي عنها هذا الأمر. أيضا مشاهدينا لدينا اتصال من البصرة، الأخ أبو مصطفى، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأبو بالنسبة للأخت صاحبة الشكوك وزوجها هذه. نعم. المفروض شوية تتهنى شوية، يعني تتهنى بالموضوع قدر الإمكان وتحاول جادة وهي نفسها هي والمرة وتبحث عن السبب نفسها قبل لا تبحث عن السبب عن الزوج. يعني تتجاهل الموضوع، ما تفتح الموضوع ويا زوجها. ما تفتح الموضوع وتبدي تبحث. نعم. أسباب جزء من الأسباب هي نقص نفسها زوجها. نعم. غير موضوع. نعم. يعني يبحث على غيرها. نعم. يعني أغلاط يعني بحياتها تبحث عن نفسها ذاتها. قبل أن تبعث إن شاء الله. شكرا لاتصالكم، بارك الله بكم. اتصال جميل أيضا كان من الأخ المتصل، أنه لابد أن تبادر هذه الزوجة تبحث عن ما سبب ابتعاد الزوج ربما عنها والاتجاه إلى غيرها. طبعا نعاود بعد أن نستمع لهذا الاتصال. ألو من بغداد، الأخ أبو عبد الله، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أجوركم واستشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلام عليه. أحسن الله لكم العزاء أخي الكريم. بالنسبة للموضوع مال الأخت. نعم. هي اللي يعني الإجراء اللي اتخذته أصلا طلعتها من البيت. نعم. نوهت لهذا الشيء. خروجها من البيت، سوء ظنها. نعم. نعم. يعني هاي فهي المفروض منها هسه أول إجراء حتى يطلع الشك من قلبها. اي نعم، حتى تطلع الشك من قلبها تحاول فد يوم زوجها هذا تقول له انا ترى هيك وهيك سويت حتى يغفر لها. تقول له انا اتصلت على تليفون. يعني تصارحه انه اتبعته، طلعت من البيت واتبعته. آه. وكان عندها فضول انه تعرف. اي انا شيطان لعب بي وشكيت وحبي لك. زين، تتوقع الزوج شنو راح يكون رد فعله؟ إذا إنسان مؤمن وخائف الله ما حيقدر إنه هاي شيك وحب إله. إن شاء الله يكون حب.
وهو اكيد هو اكيد حب، لكن نعم راح يطلع الشيك من الموضوع ان شاء الله. طبعا هو اكيد حب، لكن طريقه خاطئه، اسلوب الزوجه انه تتجسس او تخرج من البيت بدون علمه، هذا كله خطا. من تصارحه راح يصفد تصفى القلوب، هو راح يعرف انه هاي المراه تحبه كثير وبسبب حبها الى سوت هذا الاجراء، راح يسامحها ويصافون وتعرف سبب الزيارة بعدين إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا لاتصالكم أخونا الكريم، بارك الله بكم. إذن اختيارك كان للحل الثاني. أيضا لدينا اتصال الأخ صفاء من بابل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا نعزي صاحب العصر والزمان والإمام والمراجع الإسلام بمصابة وعليا المؤمنين عليه السلام. أحسن الله لكم العزاء أخي الكريم. وهو الجواب هو الثالث، يعني النقطة الثالثة. الثالثة هي معرفة سبب الزيارة من بيت العم. نعم نعم. إن شاء الله، شكرا لاتصالكم، بارك الله بيكم. طبعا مشاهدينا لازلنا نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم بخصوص موضوع حلقة اليوم، ونلاحظ احنا الأخت الفاضلة وجهت هذه الحلقة بحيث أنه تهدف إلى إصلاح حالها وإصلاح كثير من الأمور اللي تتعلق بغيرة الزوجة على زوجها، لكن كان أسلوبها للأسف جدا خاطئ، خروجها من البيت بدون علم زوجها، التجسس على زوجها بالموبايل. طبعا شرعا لا يجوز للزوجة أن تتجسس على زوجها بخصوص الموبايل، إضافة إلى ذلك أنه سوء ظنها سواء كان بزوجها أو مع ابنة العم. أيضا لدينا اتصال من واصل محمد، الأخ محمد من واسط، تفضل. رمضان كريم، شلونك أختي العزيزة؟ الله يخليكم، مبارك عليكم الشهر إن شاء الله الفضيل، يتقبل طاعاتكم. بالنسبة للسؤال أختي العزيزة، هو الجواب الثالث. نعم، اختياركم للحل الثالث معرفة سبب الزيارة من بيت العم. للثالث. وبالنسبة للمشاكل الزوجية ما تنحل لا بالصايح ولا لأنه ما تنحل. أختي العزيزة شوية طيني من وقتك دقيقة. تفضل. ما تنحل بالمشاكل، المفروض يصير عندكم تفاهم. نعم. يصير عندكم تفاهم بيناتهم، لا يدخلون الأهل، من تكبر تعرفين، من تكبر السالفة راح تدخل مرحلة الطلاق. وبليش الساعة راح يعني يصير مو خوش. يعني إذا فتحت الموضوع لأهلها أو فتحت الموضوع مع أي طرف ثاني ممكن تتوسع المشكلة وتكبر. بالضبط أختي العزيزة. نعم. شكرا لاتصالكم، بارك الله بكم، لازلنا وياكم. الله يحفظكم. لازلنا وياكم مشاهدينا نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الارقام التي تظهر اسفل الشاشه. طبعا الاتصال الاخير كان من الاخ صفاء، انه حاول يختار الحل الثالث وهو معرفه سبب الزياره من بيت العم، وانه تحاول انه تكون هذه المعرفه بدون ما توسع الموضوع، بدون ما تبين ان هناك حرج في هذه الزياره او تساؤل واستفسار مبهم بما يثير شكوك بيت العم. إذن لازلنا وإياكم مشاهدينا نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة. طبعا احنا نتحول الآن إلى الفيسبوك ونلاحظ التعليقات الموجودة اللي تحاول تساعد صاحبة الموضوع باختيار الحل الأول أو الثاني أو الثالث، وممكن رأيكم يكون موجود بها. وطبعا نستقبل مثل ما عودناكم جميع المشكلات والمواضيع اللي تحاولون أنه تبعثوها على صفحة الفيسبوك الخاصة البرنامج، ونحاول احنا وياكم من خلال الاتصالات نساعد صاحب الموضوع. طبعا مشاهدينا الكرام هناك تعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجب على الزوجة ان تستفسر من الزوج اولا، ويبنى بعد ذلك على كلامه، وقبل ان تتخذ اي قرار يجب على الزوجة ان تراعي وجود ابناء، وان تواجه الزوج بهدوء وتتفهم المشكلة باسلوب واعي لكي تتوصل لحل الازمة ومعرفة المشكلة وحلها بدون غبن للطرفين. ايضا مشاهدينا لازلنا واياكم نستقبل اتصال الاخ علاء من النجف الاشرف، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، مبارك عليكم الشهر الكريم ان شاء الله ويتقبل الطاعات. الله يخليك اختي، هذا اسئلتي على اسئلتك حلوه يعني، بس احنا هذا الحل الثالث. الثالث؟ ايه. معرفه سبب الزياره من بيت العم. ايه،
يعني هي مو كل من توصل مرحلة إلى الطلاق، الطلاق حرام. لا هي ما أخي الكريم، هي ما طلبت الطلاق، لكن هي محتارة شنو تتصرف. وأمامكم حلول ثلاثة كانت موجودة، ما طرقت إلى أنه تبتعد عن زوجها أو تتطلق، بالعكس يعني هي كانت عاقلة هذه الزوجة، بحيث ما فتحت الموضوع مع زوجها، انتظرت أنه أحد يرشدها للأصلح والأحسن إلها. نعم تفضل. أيوة رحم الله عليك، يعني خوش برنامج والله، يستر عليك إن شاء الله. الله يحفظكم، الله يخليكم، شكرا لاتصالكم، بارك الله بكم، الله يعزكم إن شاء الله. الله يعزكم. طبعا مشاهدينا الكرام، لازلنا وياكم نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الأرقام اللي تظهر أسفل الشاشة. ومعنا اتصال من العزيزة قبس، للأسف انقطع اتصال العزيزة قبس، إن شاء الله تعود الاتصال بنا مرة ثانية، وإحنا نرجع على تعليقات الفيسبوك حتى نشاهد التعليقات اللي حاولت تساعد صاحبة الموضوع. أيضا تعليق آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تجاهل الموضوع، أعتقد ليس من الأدب ولا من الدين الإسلامي تتبع زوجك، والأدهى من ذلك التشكيك ببنت عمك، قد يكون له عمل مع بنت عمك ولا يريد أن يطلعك عليه لعلمه بغيرتك منها. نسأل الله تعالى التوفيق والعافية للجميع. صحيح، تعليق جدا جميل ورائع، لأنه اختارت أنه يكون تجاهل الموضوع حتى لا تكبر الموضوع، إضافة لذلك أنه قالت ليس من الأدب. هو مو فقط من الأدب، أيضا ليس جائز لها شرعا إنه تتبع زوجها وإنه تشكك سواء كان بالزوج أو بنت العم. أيضا التعليقات الموجودة مشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أن تبدأ بنفسها وتطلب منه زيارة لبيت الامرأة التي زارها، وبعد ذلك تسأله أسئلة بسيطة عن سبب الذهاب لهم، لا تكثر الأسئلة مع القلق والخوف وتشبيع الموضوع بمواضيع أخريات لا ربط فيها مع الموضوع الأساسي. وأتمنى كل الخير لها إن شاء الله. إن شاء الله يعني تكون مبادرة من قبل الزوجة أنه تزور بيت عمها. أيضا تعليق آخر، برأيي واجهيه أفضل لك، لأن راح تعيشين حياتك بشكوك وتفقدين السعادة وياه، بس بشرط مو تواجهيه بشكل شرس، تخليه يبتعد عنك أكثر، كوني معتدلة جدا بكلامك واسأليه بشكل هادي، وإن شاء الله ماكو شيء، وإذا شفتي ماكو شيء افتح موضوع وين يروح وين يجي. يعني أنا بتعليقها الأخت العزيزة زهراء أنه حاولت أنه يكون مواجهة، لكن يكون مواجهة بسيطة مع زوجها، معتدلة بالكلام، أنه ما تثير مواضيع كبيرة وتخليه يحس أن هناك شكوك من قبلها مع زوجها. أيضا يوسف المنصور يقول، السلام عليكم ورحمة الله، يظهر من هذه الحالة تجاوز من الأخت صاحبة السؤال وتخفي آثار زوجها، زيارة الزوج إلى بيت عملها أسباب كثيرة، يجب على الزوجة مصارحة زوجها واستسماحه عن عمل التتبع. طبعا ما يجوز لها خروج شرعا، لا يجوز لهذه الزوجة أنه تخرج من الدار دون علم زوجها، إضافة لذلك حالة سوء الظن اللي بادرت وأنه ساءت الظن بخصوص بتعمها ومع زوجها. وأيضا مشاهدينا، التجسس الذي لا يجوز شرعا إطلاقا، ما يجوز للزوجة أنه تأخذ موبايل زوجها وتقعد تقلب به أنه تبحث الرسائل أو الاتصالات، لا يجوز شرعا. أيضا هناك تعليق آخر، أنصح الأخت الكريمة بأن تلجأ إلى رجل الدين لاستشارته في هكذا حالة زوجية، لأن الشرع المقدس لم يبقي أي أمر في حياة المسلم والمسلمة إلا ووضع له توجيها نحو الصلاح، لأنه من الممكن أن لا يجوز لها الشرع أن تتدخل في مثل هكذا حالة. إن شاء الله بعد قليل راح يكون عندنا الفاصل مع فضيلة الشيخ عبد الأمير المنصوري حتى يتحدث بخصوص هذه الحلقة، وإحنا مثل ما عودناكم أنه لابد يكون رجل الدين موجود حتى يضع الموضوع وفق الرؤية الشرعية ويحاول يساعد صاحبة الموضوع. أيضا تعليق آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنصح الأخت الكريمة أن تتجاهل الأمر، أفضل لها من أن تستفسر عن الموضوع تجنبا للمشاكل التي قد تحدث، أن تبين لزوجها أنها تراقبه. أتمنى لكم وللجميع راحة البال. شكرا لكم القناة المباركة قناة كربلاء الحسين، شكرا لتعليقكم، وإن شاء الله الأخت الكريمة تأخذ بهذه الآراء وتحاول تساعد نفسها وتساعد عائلتها، سواء كان أنه باختيار الحل الأول أو الثاني أو الثالث. الآن نتوقف مشاهدينا مع فضيلة الشيخ عبد الأمير المنصوري ليتحدث مشكورا حول هذا الموضوع، فابقوا معنا نشاهده سوية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. إياكم من المشمولين برحمته وعفوه في هذا الشهر الكريم. إن هذه الأخت صاحبة هذه المشكلة قد ارتكبت 3 أخطاء، وهذه الأخطاء محرمة شرعا، ومن شأن هذه الأخطاء أن تهدم حياتها الأسرية وكيانها في البيت، وذلك أنها خرجت من بيتها من غير إذن زوجها وهذا حرام، وثانيا أنها أرادت أن تتجسس أو تجسست على زوجها وهذا حرام أيضا، وكذلك أساءت الظن به، والله تبارك وتعالى ينهانا عن كل ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فأنا أعجب لهذه المرأة التي يعني خرجت من هذه الحدود 3 التي حرمها الله عز وجل، وحاولت أن تخرج من دارها وتتجسس وتسيء الظن. من يقول بأنه الزوج لما خرج إلى هذه المرأة كان هناك أغراض شيطانية والعياذ بالله؟ فإذا كانت الأغراض يرضى الله عنها فليس من حق المرأة أن تتدخل هذا التدخل وتكسب هذا الإثم، وخصوصا الغيرة. نحن نلاحظ بأنه كثير من النساء تذهب بها الغيرة مذاهب عجيبة إلى أن تدخل في الحرام من حيث تشعر أو لا تشعر. طبعا غيرة النساء إذا وصلت إلى هذه الحد فهذه الغيرة محرمة، ولهذا نهانا الله عز وجل وأئمة الهدى عليهم أفضل الصلاة والسلام في روايات كثيرة عن أهل البيت تردع المرأة وتحرم على المرأة أن تصل إلى هذا الحد من الشك ومن الغيرة. فقد روى الكافي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ليس الغيرة إلا للرجل، وأما النساء فإنما ذلك منهن حسد، والغيرة للرجال، ولذلك حرم الله على النساء إلا زوجها، وأحل للرجل 4، وإن الله أكرم أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها 3. بمعنى أن الغيرة ليس شيئا متأصلا في طبيعة وسجية المرأة، وإنما الله تبارك وتعالى لم يجعلها ذاتية. فإذا كانت الغيرة أصيلة وكانت ذاتية عند المرأة فلا تحرم عليها، لأن الشيء الذاتي الله تبارك وتعالى لا يحرم عليه ولا ينهى عليه عبده. فالغيرة أمر خارجي ليس هي من طبيعتها، وإنما طبعا أحيانا بعض الأمور الأوهام وبعض تصرفات الأزواج أحيانا يثيرون الغيرة في نفوس أزواجهم، كأنه هناك بعض القرائن التي يعني تدعو المرأة أن تقوم بالشك بزوجها وكذلك الظن بزوجها وتبدأ مسائل الغيرة وغير ذلك. فالأزواج أيضا هم لابد أن يراعوا هذا الأمر وأن يجتنبوا هذه الأمور التي من شأنها أن تهدم الأسرة وأن توقع الزوجات في مثل هذه المطبات الصعبة. وكذلك روي عن إمامنا الصادق سلام الله عليه أيضا في الكافي الشريف إن الله عز وجل لم يجعل الغيرة للنساء، وإنما المنكرات منهن، فأما المؤمنات فلا، إنما جعل الله الغيرة للرجال، لأنه أحل للرجل 4 وما ملكت يمينه، ولم يجعل للمرأة إلا زوجها، فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية. لهذا لم يجعل الله الغيرة للنساء، يعني مو قضية تكوينية، هي في كيانها. ولهذا الله تبارك وتعالى نهى المرأة أن تصل إلى هذا الحد من الغيرة. وكذلك روي عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: غيرة النساء الحسد، والحسد هو أصل الكفر، إن النساء إذا غرن غضبن وإذا غضبن كفرن إلا المسلمات منهن. فالغيرة توصل المرأة أحيانا إلى حد الكفر، لأنها تحرم ما أحل الله عز وجل للرجل. وأما غيرة الرجل فغيرة محبوبة، وكما يصفها إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: غيرة المرأة كفر وغيرة الرجل إيمان. لماذا؟ لأنه غيرة المرأة كفر لأنها تحرم ما أحل الله له من الأزواج. الزوج من حقه أن يتزوج 4، ولكن غيرة الرجل إيمان
باعتبار أنه يحرم عليها ما حرم الله عز وجل من الاختلاط في الرجال، اختلاط المحرم، أو مثلا الممارسات المحرمة بين الرجال والنساء الأجانب. فلهذا تكون غيرة الرجل إيمان. وطبعا النبي صلى الله عليه وآله في أحاديث كان يقول: أنا غيور كما كان أبي إبراهيم غيور، وأنا أغير الناس على أهلي. فالغيرة من الرجل إيمان. وأما من المرأة للأسف إنها توصلها إلى أشياء قد أحلها الله عز وجل للرجل، وهي تحرمها وتضرب عليه طوقا وحصارا أنه لا يحل له أن يتزوج، وتبدأ المشاكل. طبعا إذا كان أثناء عقد الزواج هي جعلت شرطا بأنه لا يتزوج غيرها، طبعا إذا أخل بالشرط فهذا حرام، لأنه المؤمنون عند شروطهم. نصيحتنا لهذه الأخت أنها لا تحمل الأمور أكثر من طاقتها، وعليها أن تعيش حياتها الطبيعية. فهي بهذه الأعمال التي صنعتها ربما يتمادى الرجل، وربما يغضب، وربما يتخذ إجراءات لا تحمد عقباها وتبقى تتراكم في نفسية المرأة. كذلك أيضا نحن نخاطب إخواننا طبعا الرجال الأزواج بأنهم لابد من مراعاة مشاعر المرأة، لأنه المرأة عندها إحساس، وكثير يعني من مناشئ الغيرة هي الحب. لولا أنها تحب زوجها، طبعا هناك مناشئ أخرى كالحقد وغيرها، نحن لا نتكلم عن هذا، نتكلم عن المرأة المستقيمة، المرأة التي تريد أن تعيش حياتها الزوجية باستقامة. عليها أن تبتعد عن كل ذلك، وأنه تلتفت إلى زوجها وتخدم الزوج بالشكل الصحيح حتى لا يمد نظره إلى مرأة أخرى تتزين له. ونصيحتنا للرجال أنه لا بد أن يستقيموا في عملهم، ولا يثيروا أزواجهم، لا يتخذوا بعض الطرق الملتوية للأسف الشديد التي تزيل من شكوك المرأة، تزيد من شكوك المرأة ومن غيرتها. نسأل الله عز وجل أن يجمع عوائلنا وأسرنا على الهدى والاستقامة والمحبة والتآلف بيننا والرحمة بين الزوج وبين المرأة. ما أجمل الرجل أن يقوم بمساعدة الزوجة في الأسرة، ما أجمل الرجل أنه يبادلها بعض الأخلاقيات الجميلة التي تكون بين الزوجين. وهكذا دور المرأة أيضا أن تبادل الرجل في هذه المعاني حتى يعيشوا جوا أسريا مملوء بالرحمة والعطف، والحمد لله رب العالمين. البيت في كل مكان. بعدما تفضل فضيلة الشيخ عبد الأمير المنصوري بالحديث حول موضوع حلقة اليوم، أشار بشكل واضح إلى أن هذه الزوجة للأسف كانت تصرفاتها غير صحيحة، لا يجوز شرعا لها، لأنه خرجت من الدار بدون إذن زوجها، إساءة الظن إضافة إلى التجسس، كل هذه الأعمال خاطئة. وأيضا حاول يوجه هذه الزوجة أنه ما تعطي الأمر أكبر من حجمه، ربما تكون زيارة عابرة لهذا الزوج لهذه العائلة، ويكون عنده فد عمل خاص به، انه لابد انه الزوجه تكون عاقله وذكيه بتصرفاتها. طبعا مشاهدينا احنا نرجع ونقرا القصه على صفحه قناه كربلاء الفضائيه على الفيسبوك وهي موجوده امامكم. تقول صاحبه الموضوع: احتاج مساعدتكم، فانا متزوجه ولدي اطفال 3، احب زوجي كثيرا واغار عليه جدا. تفاجات في رقم يعاود الاتصال عليه دائما دون اسم، أخذني الفضول ورفعت الخط وسمعت صوت فتاة فغلقت الهاتف مباشرة. بعد ذلك وجدت زوجي يتصل بالموبايل وارتدى الملابس وخرج بأبهى حلة. أخذني الفضول وتبعته وهو يسير ووصل إلى منطقة بيت عمي. شكوكي كثيرة، فابنة عمي مطلقة ولديها وظيفة محترمة وهي جميلة، هو لم يخبرني بزيارته لما رجع، ولا أريد أن أفتح الموضوع تجنبا للمشاكل، لكن أريد الحل قبل أن يكبر الموضوع ويتوسع، ماذا أفعل؟ ساعدوني. طبعا هناك 3 حلول مقترحة. الحل الأول: تجاهل الموضوع.
الحل الثاني مواجهة الزوج بشكل مباشر. الحل الثالث معرفة سبب الزيارة من بيت العم. مشاهدينا طبعا مثل ما تلاحظون هناك في القصة شيء جميل من قبل هذه الزوجة، انه ما فتحت الموضوع مع زوجها بخصوص زيارته بيت عمه، ومحاولة تسرع ويكون الغضب يستولي عليها والغضب يخرجها من طاعة الله الى معصية الله، لانه اي تصرف الانسان يتصرف في حالة الغضب يكون من الشيطان، سلوك من الشيطان، تصرف من الشيطان. لذلك الجميل بهذا الموضوع انه حاولت تهدي اعصابها وتنتظر انه التصرف الصحيح اللي تصرفه مع هذا الزوج، علما انه تصرفاتها كانت خاطئه للاسف، انه لما حاولت تتبع زوجها وتخرج من الدار دون علمه ودون موافقته، اضافه لذلك التجسس واساءه الظن. طبعا نرجع لتعليقات الفيسبوك، وطبعا مثل ما تعرفون احنا نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم، وبالنسبه للمواضيع اللي تحبون ترسلوها للبرنامج نستقبلها من خلال الفيسبوك لبرنامج وتناجوا بالبر والتقوى، واحنا من خلال طرحنا الموضوع على رجل الدين والمتخصص في التنمية البشرية، كذلك من خلال آرائكم ممكن نساعد أصحاب المواضيع. نلاحظ التعليقات الموجودة على الفيسبوك اللي حاولت انه تختار الحل الاول او الثاني او الثالث، او كان عندهم رأي اخر ممكن يساعدون صاحب الموضوع حتى يتلافى الاخطاء، وهناك من لديه تجارب سابقة يحاول يساعد صاحبة الموضوع بالاختيار. لكن قبل ما اتوجه للفيسبوك، الزوجة لما تغار على زوجها سواء كان انه هذا حب للزوج، وهو اكيد حب لزوجها تحاول تحافظ على زوجها، لابد انه تنتبه لنفسها، شنو السبب انه زوجها يبتعد عنها؟ شنو اللي دفعها انه تفكر زوجها انه يحاول يرتبط بشخصيه ثانيه، سواء كان انه الزواج بهذه السيده او بغيرها، لابد تراجع حساباتها وتنظر الى نفسها. قضيه دائما نحاول ننوه الى السيدات الزوجات المتفضلات اللي يكون امهات ان شاء الله مباركات لاولادهم. لابد ان تنتبه الزوجه الى انه هناك اهتمام يلاحظه الزوج من قبل زوجته قبل ايام الزواج، ايام الخطبه تكون تهتم بملابسها وبشكلها، وايضا سلوكياتها تكون جميله امام زوجها، لكن بعد الزواج تختلف، حتى انه يكون عندها طفل يبدي اهتمامها مباشره للطفل وتهمل نفسها وتهمل الجانب اللي انه لابد تنتبه له، تكون دائما جميله امام زوجها. عاده الرجال يبحثون عن التجديد، التنوع، هذا أمر طبيعي، الجميع يبحث عن التجديد والتنوع، يحاول أن يغير دائما. لذلك نصيحتنا إلى جميع الزوجات أنه تهتم بنفسها، تهتم أن يكون شكلها دائما متجدد وجميل. أيضا لدينا اتصال من كربلاء المقدسة. ألو، السلام عليكم. الأخ سيف من كربلاء المقدسة، يعني تفضل. كربلاء المقدسة، تفضل. خيت عندي بلا زحمة، عليش عندي يعني مشاكل بالبيت، يعني بني أطلع العملي أرجع البيت. ممكن تتصل بعد البرنامج بخصوص مشكلتكم ونجاوبكم ان شاء الله. الو، اطلع المسواق نفس المشكله وياك. نفس الموضوع، اي يعني اروح للبيت وارجع، اروح لعملي وارجع اسوق للبيت ويرجع المشاكل اهلها، ويعني التليفونات والتليفون زايد وناقصه كلها، يعني يعني تنقل مواضيعكم ومشاكلكم البيت أهلها بشكل مباشر؟ ما حاولت تتحدث معها؟ ما يعني كل ما تحكي وياها كل يعني الحياة تاخذ الحكي وهي ما تاخذ الحكي. ما تاخذ كلام؟ من عندكم ما تاخذ كلام؟ ربما مثلا يعني احد تريد اهلها تفضل اهلها اكثر من اهلي، ربما هذا احساس عندكم انه تفضل اهلها، هي تلجا الى اهلها بحاله انه ما تعرف انه تجد حل لمشكلتها، لكن حاول انه تقترب منها اكثر، تحاول انه تحافظ عليها حتى لا تثير هذه المشاكل، يعني وحسسها ان انا خطاري هسه خطار اللي يجيني. نعم، يعني تسد الباب بوجههم وتطرشهم مع 6 ثواني اكثر من هاي الطاقه ما للاسف تصرفها غير صحيح للاسف، يعني ما اعرف شنو الاساس التريده من عندي بالعين ولا غاتي وبالماده وبالفلوس وبكل شيء انا وياها، ما تجيني بالراحه اللي اريدها انا. نعم، حاول انه تتصل علينا بعد البرنامج او تتواصل ويانا من خلال الفيسبوك على برنامج وتناجوا بالبر والتقوى. شكرا لاتصالكم، بارك الله بكم. طبعا مشاهدينا لا زالت الاتصالات مستمره علينا من كربلاء المقدسه. مصعب من كربلاء، تفضل. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا الله يتقبل أعمالكم وطاعاتكم ونعزيكم بهاي الليلة العظيمة، ليلة جرح الإمام سلام الله عليه.
أحسن الله لكم العزم. أن يحفظ البلد، يحفظ العراق، ويحفظ كل الإسلام والمسلمين، ويهدي الإنسانية لما فيه الخير والصلاح. اللهم آمين. اليوم موضوع جدا مهم، نلاحظ أن بعض النساء يعني تحاسب زوجها يعني طيلة وقتها، طيلة وجودها وياها، كل ما يتصل بها أين كنت، أين رجعت، أين ذهبت، أين يعني كأنما هي أصبحت محاسبة للزوج، وهذا شيء جدا مو صحيح. ليش ناخذها يعني محاسبة أخ مصعب؟ هي غير تحب زوجها وتحاول أنه تكون قريبة عنه. هي الغيرة، الغيرة هنا يعني أنا أمطيت مصطلح ثاني، المحاسبة هي ما نقول غيرة أو محاسبة، يعني مراقبة الزوج كأنما هي تعتبر نفسها حريصة على الزوج، بس هذا الشيء خاطئ. ليش؟ لأن هي أولا الزوج عنده لازم العمل الخارجي يكون دائما على عاتق الزوج، هذا جانب. الجانب الثاني هي جليسة الدار، هنا تعتبر البيت لها أشبه بالسجن، وهذا شيء خطأ. هي واجبها بالبيت تقوم خصوصا تربية الأطفال، خصوصا ما يستوجبه البيت من عائلته، لكن الزوج واجب أنه العمل الخارجي، لأن هي ما يصير الزوج يقوم بالعمل الداخلي بالبيت وهي تقوم بالعمل الخارجي. بالإضافة لأنه يعني مع بعض الأخوات لما مثلا تزوج تعتبر نفس الزوج أصبح ملك لها، وهذا شيء خطأ. لا، هي أصل الزواج هو قانون رباني أو سنة حياة، أنه الغرض من عنده أنه واحد يستر الآخر، واحد نعم يقومون بإنجاب الذرية لكي يستمر نسل الإنسان ويستمر نعم البشرية تستمر بالتناسل وهكذا. أما مثلا أين يخرج زوجها، هي تراقبه أو تحاسب أو تكون نعم عين عليه أو تراقب موبايله، هذا شيء جدا مو صحيح. مثل ما تفضل فضيلك الشيخ، فضيلة الشيخ طبعا ما يجوز عليها أن تتجسس عليها، ما يجوز شرعا. نعم، يعني إذا كان خروجها أو طلعتها بهالشكل، كيف مثلا إذا تزوج عليها؟ يعني مع الأسف عندنا هنا مشاكل هواي، من جملتها أنه بعض الأشخاص لما يتزوج على زوج تحقيقة، بعض الزوجات أما قتلة أو السمة، وهذا تأثير الإعلام المضاد مع الأسف. للأسف يعني إحنا حقيقة نحتاج إلى شيء مهم، وهو شيء يعني من صميم حياتنا، من صميم ديننا الإسلامي، أنه المرأة تتعلم، الرجل يتعلم الحياة الصحيحة للإسلام، وهذه ما نلقاها إلا بحياة الإمام علي السلام الله عليه وحياة الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم. هو نتعلم من أهل البيت سلام الله عليهم، لابد يكون نعم سلوكنا وتصرفاتنا طبقا لشريعة أهل البيت عليهم السلام. نعم، أختي يكون أهل البيت ما يكونون فقط صورة، إن لا ولا نظريا، يكونون عمليا بحياتنا العملية، سلوكيات، السلوكيات في البيت، في الشارع، في المسجد، في المدرسة، في كل مكان أهل البيت. طيب، أن نعتبر أهل البيت كالنور كالشمس، يعني نهتدي بهم إن شاء الله. إن شاء الله يكون هداية. طيب، كيف ممكن تساعد صاحبة الموضوع؟ والله أن تتجاهل كل ما يصدر عن الزوج، حياته ويا الزوج حياة طبيعية، إلها حق بشيء. تتجاهل إذا الزوج تتجاهل هالوضع أخ مصعب، تتجاهل هالوضع، لا تسأله ولا تستفسر. نعم، تتجاهل هالوضع، تحاول هي تكتبه بأسلوبها، بإرادتها، بحبها إليه، مودتها إليه، بسوادتها، ومن حقها تحاسبه لا سمح الله إذا مثلا لا سمح الله شرب الخمر، أو لا سمح الله مثلا عنده تصرفات عدوانية كذا. نعم، هاي تبلغ عنه أو أهله أو تنصحه، ممكن تنصحه، لكن ليس لها حق. إنه شكرا لاتصالكم أخ مصعب، بارك الله بكم. أيضا لدينا اتصال من الأخت إسراء من محافظة واسط، تفضلي. ألو، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمام الله أجلكم بمصاب أمير المؤمنين. أحسن الله لكم العزاء أختي العزيزة. الجواب الثالث. شكرا لاتصالكم أختي العزيزة، بارك الله بكم. تعقيبا على اتصال الأخ مصعب، كان جميل اتصاله، وحاول أنه يناقش الموضوع بشكل صحيح. صحيح، الزوجة ما لها حق شرعا خروجها من الدار، لابد من موافقة زوجها. التجسس مثل ما تفضل الشيخ أيضا قال، وقعت في ثلاث نقاط غير صحيحة وغير جائز شرعا وحرام، اللي هي خروجها من الدار وإساءة الظن والتجسس، هذه النقاط أساسية. إنما نأتي إلى الحياة الاجتماعية التي تعيشها هذه الزوجة. عادة مكلف الزوج بالعمل بالخارج، إلى علاقات اجتماعية، علاقات عمل، لابد أنه الزوجة تحترم هذه العلاقات اللي تكون موجودة إليه، ما ممكن أنه تتطفل وتسبب ضيق إليه. ربما الزوج صاحب الموضوع بقضية اليوم يعرف زوجته طبيعتها الغيرة، لذلك يحاول يحافظ على ود الزوجة، فإخفى عنها أمر خروجه وذهابه إلى بيت العم. طبعا نتواصل وياكم بعد الاتصال من قبل الأخ أبو أحمد من البحرين، تفضل.
تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ أبو أحمد، أنت ويانا وبرنامج وتنا جو بالبر والتقوى. حياكم الله. الله يحفظك. طبعاً الزوجة يعني احنا حتى لا نظلم الزوجة. نعم. لا طبعاً احنا ما نسميها تجسس، هاي مراقبة، المراقبة ضرورية لأن كثير من الزوجة تحدث انهدامات أو تحدث أخطاء كبيرة بسبب ان انا اشوف خطا واسكت عنه. طبعا كانت ان التلفون جاء الى الزوج وبدون الزوج مو موجود وشط الزوج ان تحمل التلفون تشوف هذا من شرعا كبير. اخي الكريم شرعا لا يجوز لها التجسس على موبايل الزوج، يعني هي اذا تحب زوجها ما تحاول انه تتطفل، اذا هو موافق ممكن انه تروح الموبايل وتشوفه، لكن انه قضيه التجسس اذا تلاحظ وتتبع انه قضيه اليوم هي خرجت من البيت بدون علم زوجها هذا امر غير جائز شرعا، هي اساءة الظن امر غير جائز. ايضا اضافه لذلك انه الموبايل حاولت انه تتجسس على زوجها هذا هم يجوز شرعا، لكن ممكن انه يكون حب للزوج تحاول انه تبحث عن الحلول اللي ممكن ترضي زوجها بدون ان تتطفل وبدون ما تسيء الظن وبدون ما تخرج من الدار. الو ويانا؟ صحيح نعم، بس انا يعني اللي اقصده انه مو نحول الامور الى التجسس. نعم. اذا صار التجسس حرام. نعم. اما المراقبه ضروريه. يعني إذا تحول الأمر إذا تجسس صار حرام. نعم. المراقبة ضرورية. لأن إذا ما تراقب زوجها البيت بيخترب بعدين. طيب. يعني تصير أشياء هي ما تدر عنها والبيت يخترب، شوف وش يصير من وراء هذا غلط بعد. طيب. لازم إنها تحل الموضوع بهالطريقة، لازم تراقب تراقب الزوج. طيب إذا اعتبرنا المراقبة صحيح. كبير. طيب. إن الزوج دائما يصارح زوجته انه وين بروح مثلا؟ وين المقصد ماله؟ وين هذا؟ هاي ضروري بعد، احنا علشان لا نظلم الزوجه. طيب ربما الزوج بهالحاله يعرف اخ ابو احمد، ربما الزوج بهالحاله يعرف زوجته تغار واذا فتح الموضوع انه تثير مشاكل كبيره، فلذلك اضطرق انه يسد الموضوع وما يفتح الموضوع مع زوجته. حاول انه ما يكون مشاكل وخلاف بينه وبين زوجته. هاي اذا عرف زوجته بهالطريقه هذا شيء ثاني، الشيء الثالث. نعم. احب ان اقول له انه يعني الزوج لازم المفروض يخبر زوجته، او قلتي اذا يخبر زوجته يمكن تصير مشاكل اكبر. نعم. الحل للزوجه، الحل للزوجه المفروض ان هي تصارحه مو تتجاهل. نعم. المفروض ان هي تصارحه علشان تجاهل المشاكل تكبر المشاكل. نعم. مصارحه الزوج. إذن الحل الثاني ترجع الزوج عشان لا يصير مشكلة ثانية. ثالثة في الماء قالوا الإخوان إنه يعبر عن إلى زوجها إن شاء الله. إذن اختياركم للحل الثاني. شكرا لاتصالكم أخ أبو. طبعا لا زالت الاتصالات مستمرة مشاهدينا، لدينا اتصال. ألو الأخت العزيزة أم محمد من بابل، تفضلي. السلام عليكم، رمضان كريم. وعليكم السلام ورحمة الله، تقبل الله الطاعات منا ومنكم إن شاء الله أجمعين يا رب. مرت أخويا. نعم. أخويا سيد وهي عامية وصار لها 20 سنة متزوجها، ربالها أيتام وكبرها، لا تطلع بدون إذنه وما تسمع كلامه ولا تقوم بواجبه بأي شيء، أي واجبات الزوج ما تقوم. شقد حاكيناها بيتها ماخذيها لأخويا، بيتها تحاكيها الناس الغربة حاجة ما تتعب نهائيا. 20 سنة صار لها متزوجها؟ 20 سنة. نعم. زين وتالي هسه قبل شعبان ابنها الكبير طردها هي وياه، يقول لها شلك شغلة مر امي ما تريدك واطلع، ولا يفيد بيها اي كلام. نعم للاسف. نعم. الو. هاي ورا رمضان تقول انا راح اخذ الطلاق واتنازل عن الحاضر والغايب و نطلق كل من يروح الحال سبيله. طبعا هو اخويا كل شيء ما عنده وهي عامية واخويا سيد بالرسول الله ان شاء الله. ان شاء الله ربي يحلم. رفالها 4 اولاد زوجهم كلهم اربعتهم. نعم. وهو متمسك بيها متمسك بيها ولحد قبل
اسبوع دزت عليها بيتها اللي ماخذه اخويا ويحاكوها يما حرام يما ما يجوز يما رجال يما 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 الخاطر جد رسول الله مات التعب نهائيا. طيب هو لما حضرتك تتفضلين وتقولين انه هي مقايمه بواجباته ومطيعه وتخرج خارج البيت، على شنو هو متمسك بهذه الزوجه؟ يقول وين اروح؟ ما عندي كل ما هو، هسه هو قاعد عندي. ان شاء الله. لانه حاله وماله، حاله وماله كله ابقاها له. للاسف للاسف. ما يملك غير بس سياره. ان شاء الله ربي يفرج عنه يكشف هذا. وعمره 62 سنه هسه. الله يعطي الصحة والعافية. إن شاء الله يعطي الصحة والعافية يا ربي ووسع عليه. الله يرضى عنكم، شكرا لاتصالكم. للأسف حالة لهذه الزوجة للأسف جدا سيئة، زوجة لا تطيع زوجها، تخرج من البيت، يعني مواصفات يعني غير صحيحة في هذه الزوجة. أيضا لدينا اتصال من واسط، الأخت العزيزة أم محمد، تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجركم بهذا المفروض الفلل. أحسن الله لكم العزاء أختي العزيزة. أختي أنا أعطي رأيي أن الأخت لا تتجاهل الموضوع ولا تسكت عنه، لأن أنا مرات شفت نفس هاي الحالة. نعم. وسكتت وتجاهلت ويعني طورت الأمور وصارت مو زينة، يعني وصلت إلى حد يعني هسه أنا حد سكتت بعد ما أقدر أحكي، وعندي 4 أطفال و يعني حالتي كلش ما يعني حتى حل ما يعني متخاضله حتى حل ما عندي. يعني صار كم سنه الحاله هذه؟ يعني صار تقريبا 8 سنين انا على هاي الحاله. طيب هو شنو راضي يتزوج؟ يرتبط بزواج ثاني؟ لا ما راضي يتزوجها، بس يعني من ورا ظهر يروح لها وهاي واعتها وهاي، يعني صارت مشاكل فد مره وبعدين هسه قلت انا ارجو من هاي الاخت كيف الموضوع على صفحه، بس ارجو من هاي الاخت ان لا تسكت، لأنه الأمور إذا طولت بعد ما تقدر تسيطر على موضوع رجلها. طيب إذا الصارحة برأيك الحل الثاني؟ الحل الثاني شنو هو كان الحل الثاني؟ الصارح زوجها، تواجه زوجها بخصوص هذا الموضوع؟ خل الصارح رجلها، إي ما خالف، بس لا أنه تسكت وتتجاهل، لأن أنا يعني أنا يعني معاناة فد مرة عايشة. نعم. يعني حتى حالة نفسية صارت فيه. الله يعوضكم إن شاء الله، صبركم خير يا رب، الله يفرج عنكم. شكرا لاتصالكم أختي العزيزة، بارك الله بكم. لازلنا وإياكم مشاهدين نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة، ونلاحظ للأسف هنا القصة والمحور مال الموضوع، كثير من النساء تعاني من حالة الغيرة، ونلاحظ الاتصال الأخير أنه كانت نفس المشكلة، إن حاولت أنه تتجاهل الموضوع لكن للأسف أنه تعمق وكبر هذا الموضوع. احنا نحاول أنه من خلال حديثنا وياكم نحاول نساعد صاحبة الموضوع وكثير من الزوجات قبل أن يصل هذا الموضوع إلى أن يكبر ويتعمق. أيضا لدينا اتصال أخير من بغداد. ألو، الأخ عقيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله لك الأجر يا أخي. أحسن الله لكم العزاء أخي الكريم. طبعا أنا أشوف أنه علينا مناقشة الموضوع من الجذر اللي هو مع شديد الأسف النساء عندنا وأغلبهن قاعد يتأثرن بالمسلسلات والإنترنت إلى أن وصلهن إلى مستوى جدا سيء مع الزوج. نعم. إحنا هنا شعب ومجتمع شرقي، الرجل الشرقي التعامل وياه جدا صعب. صعب شلون؟ ما من الممكن انه المراه تحسسه، هو راي، ما من الممكن انه المراه تحسسه انه اني سليطه عليك او انه اني من جهه تفتيشيه لك او اني رقابيه. خطا كانما تكون قيود على الزوج. حلو حلو، صحيح صحيح. انا اشوف انه على الزوجه هاي انه لا تثاقم شو اسمه الحاله. نعم. وخليها ترتخي شويه، وبدل ما هي تبقى تاكل بروحها وها شوف فلانه زوجها زين وياها وزوجها مو زين، خليها تسكت. يعني الاخت اللي من واسط مع شديد الاسف قاعد تنقل ما هي تعانيه، وهذا غلط. نعم. ليه؟
الو، للاسف انقطع الاتصال. وصلنا الى ختام البرنامج مشاهدينا، والنسب كانت بالنسبه للحل الاول 18%، اما بالنسبه للحل الثاني 37%، وبالنسبه للحل الثالث 45%. نشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، والى لقاء جديد وحلقه قادمه ان شاء الله، وبرنامج وتناجوا بالبر والتقوى. اجمل الامنيات مني ومن فريق العمل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.